لا ما اكذب عليك الشيء اللي كان نشوف فيه هو حادث يعني اليوم فيه اظن 65 او 72 جريح الحمد لله ما فيش موتى باش نعرف الاسباب بدقه عينا يعني لجنه التحقيق وسننتظر يعني سناخذ يعني الاجراءات اللازمه. هل الوثيق اللجنه على مستوى وزارتكم او في خليل يعني؟ هي لجنه مختلطه باش تنظر في هذا الامر. سمحوا لي. هم خبراء تقنيين من رجال الدرك يعني كل الناس معنيين بهذا الامر وسنعرف يعني بدقه السبب اللي تحدث فيها.